السلام عليكم. دونك غنحاولوا في هذا الفيديو هذه نديروا تصحيح التمارين 18 صفحه 225 من كتاب المفيد ثانيه باك علوم رياضيه. اذا في الفقره ديال داك التمرين عندنا مبرهنات رول، صافي يعني هذا غنصوب مبرهنات رول. اولا غندير واحد التذكير ديال مبرهنات رول شنو هي. اذا في مبرهنات رول كتكون عندنا الا كانت واحد اف خلا داله عدديه، صافي داله عدديه عندنا. الا كانت اف متصله على واحد المجال ابي، اوكي على واحد المجال ابي، اف قابله للاشتقاق، قابله للاشتقاق على المجال ابي مفتوح، صافي اف دو ا كتساوي اف دو بي، صافي اف دو ا كتساوي اف دو بي. مبرهنه رول كتقول لنا يوجد سي، وعلى الاقل واحد السي كينتمي للمجال، المجال ابي مفتوح، صافي المجال ابي مفتوح، بحيث ان اف بريم دو سي ايغال ازر. اذا غنصوبوها حنا في هذا التمرين. حنا عندنا الداله ديالنا متصله، ها هي اف متصله على المجال 0 1، اف قابله للاشتقاق على المجال 0 1، بحيث اف 0 كتساوي 0 اف 1، بين انه يوجد على الاقل سي كينتمي للمجال 0 1، بحيث اف بريم دو سي كتساوي 1 على 2 جذر مربع سي. اذا اولا اللي بغيت نقول لكم بان هاد اف اللي عندنا هنا راه ماشي هي اللي عندي هنا، صافي هذه القاعده. حنا شنو خصنا؟ خصنا نعرفوا شكون هي اللي غنطبقوا عليها هاد يعني انطلاقا من هاد المعطيات، نشوفوا شكون هي الداله اللي غنطبقوا عليها هاد المبرهنه ديالو. باش غنعرف هاد الداله هادي غنجي لهاد السؤال مثلا، صافي غنجي السؤال شنو مطلوب مني. حنا انا نورمالمون شنو تيكون؟ كتكون عندي اف بريم دو سي كتساوي زيرو، انا عندي اف بريم دو سي كتساوي واحد على جوج جذر مربع سي. إذا كانت اف بريم دو سي كتساوي واحد على جوج جذر مربع سي، دونك ها انتوما اف بريم دو سي كتساوي واحد على جوج جذر مربع سي، شنو معناتها؟ يعني خص يبقى عندي زيرو، راه نجيب هذه لهذا الطرف، دونك هي اف بريم دو سي ناقص واحد على جوج جذر مربع سي كتساوي زيرو. إذا شكون هي هاد الدالة؟ إذا خصني واحد الدالة اللي غندير لها الاشتقاق غتعطيني هاد الشيء اللي غندير لها الاشتقاق، دونك المشتقة ديال اف هي اف، دونك غتكون هي اف نيت. وشكون هي الداله اللي كندير لها الاشتقاق؟ كتعطيني واحد على جوج جذر مربع، هي جذر مربع اكس، وبالتالي غنجيو ناخذوا الداله ديالنا جي، بحيث جي دو اكس كتساوي اف دو اكس ناقص جذر مربع اكس. هانتوما الا درنا لها دي بريم كتعطينا هاد الشيء هذا. هادي غنحاولوا نبينوها متصله، غنحاولوا نبينوها قابله للاشتقاق، اوكي قابله للاشتقاق. وكتبقى اخر حاجه نشوفوا واش جي ديال زيرو خصها تكون كتساوي لنا جي لواحد، حيتاش المجال هنا علاش خدامين هو المجال زيرو ان، اوكي؟ دونك هادشي اللي غنديرو هنايا، هذا المعطى ديال التمرين، غنجيو لهنا نضع جي دو اكس كتساوي اف دو اكس ناقص جي دو مربع اكس، صافي؟ هنا اكس راه كينتمي للمجال 0 1. شنو عندنا؟ بما ان لدينا اف، شنو اف و الداله اكس دونك اكس جذر مربع اكس هادو متصلتان، على المجال على 0 1 وقابلتان للاشتقاق على 0 1 مفتوح. حنا كنعرفوا هذه راه قابله للاشتقاق على 0 بلس لانفيني، وهذا المجال راه كاين في 0 بلس لانفيني، دونك راه قابله للاشتقاق. خلاها اف انطلاقا من المعطيات، وبالتالي راها غتكون عندنا. اذا عندي هذه متصله وقابله للاشتقاق، هذه متصله وقابله للاشتقاق، وبالتالي اذا جي، اذا الداله جي متصله وقابلة للاشتقاق على قابلة للاشتقاق على المجال زيرو، هذه متصلة دونك قاعد المجال هذا زيرو ان، نسميه واحد اي باش ما نبقاوش، متصلة على اي وقابلة للاشتقاق على اي، انا غير سميتو بقى نعاودها هنا وصل مزيان. شنو اللي بقى لنا؟ بقى لنا اخر شرط، هو كما قلت لكم قبيله الشرط ديال اف دو ا خصها تساوي لنا اف دو بي. شكون اللي كتلعب عندي انا هنا الدور ديال اف؟ هي جي، دونك غنمشي نحسب جي لواحد، جي زيرو بعدا، جي زيرو شنو هي؟ جي زيرو هي اف زيرو
ناقص 0 اش كتساوي اف 0 شنو هي هي 0 جذر مربع ديال 0 خلاص 0 دونك كتساوي لنا 0 و اف 1 عفوا جد 1 ج ديال 1 كتساوي لنا هي اف 1 ناقص 1 شنو هي اف ديال 1 هي 1 ناقص دونك هي 1 ناقص 1 كتساوي 0 وبالتالي شنو لقيت جد 0 كتساوي جد 1 ومنه حسب مبرهنة رول غنقول حسب مبرهنة رول يوجد على الأقل واحد العدد سي كينتمي المجال 0 1 بحيث جي بريم ديال سي كتساوي 0 شنو هي المشتقة ديال هذه شنو هي المشتقة ديال هذه يعني يوجد سي كينتمي المجال 0 1 المشتقة ديال هذه هي اف بريم دو اكس ناقص واحد على جوج جذر مربع اكس صافي اذا غنجيو نعوضوها هنا عندي سي غتجينا اف بريم دو سي ناقص واحد على جوج جذر مربع سي كتساوي 0 اذا يوجد سي ينتمي للمجال 0 1 بحيث ان اف بريم دو سي كيساوي واحد على جوج جذر مربع سي صافي وهنا كنكونوا سالينا الحل ديال التمرين.